عندنا برضو الحقيقه كلام كتير عايزين نقوله، يعني على عده اصعده، منها موضوع كنا بنتكلم فيه امبارح يا مريم، مساله دي حقيقة كريم. الخطاب. بس أنا قبل ما نكمل أخبارنا عايزة أعلق على فكرة طبعا المؤتمر الصحفي لروي فيتوريا واختياره للرباعي. أكيد كل الاحترام لوجهة نظر الجهاز الفني والإداري طبعا للاختيارات، ولكن طول الوقت احنا بنتكلم انه النادي الاهلي هو بيمثل مصر، وهنفضل نقول ان هو بيمثل مصر، النادي الاهلي المصري. وطول عمر النادي الاهلي ما فيش حد زي النادي الاهلي كان بيدعم المنتخبات على مدار التاريخ وعلى مدار السنوات اللي فاتت. ففكره انه احنا بنطلب في خطاب رسمي ان يتم اعفاء اللعيبه الدوليين من فكره الانضمام يعني احنا عندنا في مباراتين متبقيتين الاثنين تحصيل حاصل، واحده وديه وواحده خلاص بالفعل، يعني المواجهه مع اثيوبيا هي تحصيل حاصل. ففكره هنا التصميم على برضو الاستعانه باللعيبه الدوليين، واحنا عندنا مباراه هامه جدا يوم 15 امام نادي اتحاد العاصمه الجزائري، دي فعلا عليها علامه تعجب كبير جدا وعلامه استفهام كبيره جدا. فكره طبعا انه يعني عدم الاستجابه لخطاب النادي الاهلي وعدم رد اتحاد الكره على خطابات الاهلي بشان تحديد موعد ولوائح السوبر، يعني الحقيقة النهاردة يعني على النقيض هنتكلم بقى على اتحاد اليد، وبصراحة نفسنا نشوف اتحاد الكرة باحترافية اتحاد اليد اللي حدد يعني موعد مباراة كأس السوبر المصري ما بين الأهلي والزمالك يوم 9 ديسمبر، هتكون طبعا على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات. الأهلي طبعا هيشارك في كأس السوبر بصفته بطل الدوري والكاس، وهيشارك الزمالك بصفته وصيف بطل الدوري. بصراحة يعني النظام حلو، وتحديد قواعد ورولز المنافسات أكيد بيريح الجميع على كل الأصعدة. ده طبعا بينعكس على المنتخبات، وشفنا طبعا منتخب اليد أو منتخبات اليد في كافة الأعمار السنية بيحققوا إنجازات عديدة بسبب فكرة التنظيم وبسبب فكرة وضع قواعد ورولز معينة. يعني أكيد يا كريم تتفق معايا في الفكرة دي، وبالذات بجملة النظام حلو جدا، يعني ده منطق وبيريح. المفروض يبقى سائد في كل الاتحادات وفي كل الرياضات، وحتى في علاقات البشر بعضها ببعض. يعني فكرة ان يبقى كل حاجة منظمة زي الدول المتقدمة كده، بيبقوا عارفين الأجهزة الفنية والإدارية واللعيبة في كل الرياضات، بيبقى عندهم جدول مسبق يمكن قبل منها بسنة ويمكن أكتر، عارفين يوم 9 ديسمبر هيلعبوا ماتش إيه في بطولة إيه ويوم كذا. يعني مش عارف ايه مدى صعوبة ان الموضوع ده يبقى متنظم بشكل واضح. ده هيريح الكل على فكرة، ان ساعات كتير لما النادي الاهلي مثلا بيبدي اعتراضه او بيبدي تحفظه على شيء، فبنسمع احيانا بعض الاصوات، ما طبعا عشان النادي الاهلي، فلا احنا النادي الاهلي غالبا ما بيتكلمش في حاجة تخص لوحده قد ما بيتكلم على مبدأ لازم يكون موجود وبيطبق بحذافيره على الكل. ده دايما كل الحاجات اللي بيقف عندها النادي الاهلي، فمش عارف ايه مدى صعوبه. واصوات كمان يا كريم تقول لك المنتخب اولا، ما فيش حد قد النادي الاهلي دعم المنتخبات وخلاص، انت تاهلت هو اتاهل طبعا. ففكره العناد وفكره الاستعانه برباعي مهم جدا عندنا، واحنا عندنا مباراه مصيريه ومهمه، مباراه بطوله، ده برضو غريب الحقيقه. والله يا مريم ما تبقيش فاهمه، هل هو عناد؟ هل هي عشوائيه في اتخاذ قرارات؟ هل انا مش عارف المشكله فين؟ بس المشكله ان في مشكله، والمشكله اللي من النوع ده لازم تتحل، وخصوصا ان احنا عاده لو تلاحظوا حضراتكم في الفتره الاخيره اغلب الامور اللي بنبدي عليها تحفظاتنا او بنعترض حتى عليها بقالنا فتره طويله بنتكلم عنها، مش حاجه جديده. يعني ليه الامور ما بتتغيرش في هذا الاطار؟ انا عن نفسي ما اعرفش.